ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ دكتور هلال الدليمي. مرحبا بك بداية دكتور هلال. صحيفة كوميرسانت تقول إن العراق أحد أهم الثغرات التي تتجاوز إيران من خلاله العقوبات. كيف ترى نفوذ إيران في العراق دكتور هلال، وكيف تصف أو قرأت ما تصفه الصحيفة الروسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين ولمشاهديها الكرام. دأبت إيران منذ فترة طويلة على اعتبار العراق الحديقة الخلفية له. هذا الكلام أسست الولايات المتحدة الأمريكية قبل الاحتلال من مؤتمر لندن، أعطت الريادة لإيران والاحتلال لإيران، فبالتالي إيران كانت تسعى خلال هذه الفترة، فترة الانتصار التي عقبت عام 1990، إلى إنشاء قواعد ثابتة لها في العراق. وهذه القواعد هي أحزاب ومؤسسات دينية ساعدت المتحدة الأمريكية وأعطتها القيادة في العراق، وهي الأحزاب التابعة لإيران. القضية الأخرى أنه بعد الاحتلال مباشرة ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تمزيق الوحدة في الشعب العراقي، الاعتماد على الطائفية. إيران راهنت على هذا، وراهنت على أن يكون الجنوب خطتها بالمطلق، وطالبت بإقليم كما تعلمون. النتيجة أنه قصف الشعب العراقي المتكرر غير سياسة إيران وجعلها تنتهج سياسة الضم المؤقت على ثلاث مراحل. الآن بعد قبل رفع الحصار عن إيران والاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخمس بلاد واحد، كان العراق هو المبول الرئيسي، وميزانية العراق المطلقة مفتوحة لإيران. وكذلك السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الأحزاب التابعة لإيران بجعل موارد العراق معطلة تماما وإيراد الموارد من إيران. فكلنا نعلم كيف تم تعطيل مصافي النفط واستيراد البنزين ومشتقات الوقود من إيران، بينما كانت المصافي العراقية قادرة على الإنتاج والتصدير. والشيء الآخر أن التواطؤ الأمريكي خلال فترة الاحتلال والتخادم مع الجانب الإيراني في التصدي للمقاومة العراقية في تنفيذ مخططات إيران القانعة إلى استيلاء على العراق كان التوافق الأمريكي واضح. الآن عندما إيران تفرض حصار اقتصادي على إيران، العراق سوف يكون المنفذ الوحيد لإيران، لأن الحكومة، لأن السلطة الاحتلال اللي موجودة في العراق هي تابعة لإيران. وبدأت تصريحاتهم تتعالى يوما بعد يوم بأنه على العراقيين أن يقدموا أنفسهم قربانا للإيرانيين. هذا يعني أن ولاء هؤلاء الناس لإيران أكثر من ولائهم للعراق. لا ننسى أن إيران احتلت العراق وهيمنت عليه 11 قرن قبل الإسلام. الآن تريد فرض هذه الهيمنة من جديد، ولكنها وجدت من جنوب العراق في معركة الذيقار، وستؤد إن شاء الله من جنوب العراق من الذيقار ومن البصرة ومن الجنوب السائر الذي تخطى كل الخطوط الحمراء التي كانت ترسم لهم من قبل الأحزاب الإيرانية. لأي مدى ترى دكتور هلال أن النفوذ الإيراني في العراق قد ظهر جليا في نتائج الانتخابات الأخيرة؟ نعم، الشعب العراقي رفض هذه العملية السياسية، رفض الأحزاب. الآن الشعب العراقي رافض لكل هذه الوجوه الكالحة التي أتت على العراق. الآن الشعب العراقي في ثورة مستمرة يدفع الدماء في جنوب العراق، بعد أن كانت إيران تراهن على أن جنوب خطتها المطلقة، وأفشلت هذا المخيب كملها الشعب العراقي صار في الجنوب، وأفرقت صور خميني وخامنئي، والشعارات واضحة، والشعب العراقي الآن يريد أن يستعد كرامته ويستعد كرامة العراق. لأنه إيران لاحظ أن مظاهرات البصرة أول شيء عملته هو غلقت منفذ الشلامجة. فإذا هناك وعي ضد المشروع الإيراني، وهناك إصرار من الإيرانيين والأحزاب الإيرانية في العراق على معاقبة الشعب العراقي الذي لا يريد للنفوذ الإيراني أو لا يريد لإيران أن تستمر في قضم العراق، بعد أن دمرت المناطق الغربية في مظاهراتها التي انطلقت من كيف سيكون يعني شكل الحكومة المقبلة من وجهة نظرك؟ يعني إلى أي مدى سيكون مرهونا أيضا بتوافقات بين الأمريكيين والإيرانيين؟ أعتقد أن الحكومة المقبلة إذا كانت أمريكا جادة في
لمشروع التصدي للنظام الملالي في إيران سوف يكون وجه هذه الحكومة مختلف تماما. أما إذا كانت هناك توافقا بين الجانب الإيراني، إيران تريد أن تفرض رأيها وهو من مصلحتها أن تكون الآن الولاء المطلق لإيران الحكومة المقبلة، وهذا ما تسعى إليه إيران وأحزابها وكتلها التي تدعمها ليل نهار. أما الولايات المتحدة الأمريكية فمشروعها متخبط غير واضح، هي تصرح شيء ولكن في حقيقة الأمر هناك أشياء كثيرة متفق عليها بين الجانب الإيراني، لأن أمريكا لا تريد أن تتخلى عن إيران في هذه المرحلة، ربما ستستخدمها في المرحلة في حربها المقبلة أو في مشروعها المقبل ضد دولة أخرى وربما ضد تركيا، هذا أكثر الترشيح، وخاصة بعد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بحرب اقتصادية ضد تركيا. إذا هل تكون جادة الولايات المتحدة الأمريكية في فرض رأيها على أن تكون الحكومة المقبلة معادية لإيران أو مقاطعة لإيران أو ضد المشروع الإيراني؟ على واقع الحال لا أعتقد هناك رؤية واضحة من هذا الجانب. شكرا لك دكتور هلال الدليمي الباحث والسياسي العراقي، كنت معنا من عمان.